ورغم مضي أكثر من 700 عام على فن التوشيح والإنشاد اليمني حسب المؤرخين، إلا أنه ما زال يحظى بحب وقبول اليمنيين ويرافقهم في طقوسهم والمناسبات الاجتماعية والدينية المختلفة. التواشيح اليمنية تغنى في المناسبات الروحية وهي مقبولة محليا وعربيا، كما أنها دعوة للابتهال والتقرب إلى الله وصفاء للنفس. ونحن في هذه الأيام المباركة وعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم مشاهدينا وعلى بلادنا الحبيبة بالخير والسلام، لابد أن نستعيد سويا ذكريات الحجيج والعيد وطقوسه الجميلة، ولابد أن نناقش أيضا ارتباط الموشح اليمني بهذه الأيام تحديدا. يسعدنا أن نستضيف اليوم صوتا يمنيا استطاع أن يحجز مقعدا في الصف الأمامي بصوته الرائع الذي يأخذك معه في جولة من المشاعر والأحاسيس والتجلي الروحي والوجداني، لا سيما عند سماع الموشح اليمني بصوته. فأهلا وسهلا بعبد الرحمن السماوي، ويسعد صباحك ويا أهلا وسهلا في صباح بلقيس. أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله عيد أضحى مبارك عليكم جميعا. آمين يا رب. عبد الرحمن، إحنا سعيدين أنك معنا في هذه الحلقة المميزة، وبداية عبد الرحمن حابين نعرف يعني ما أهمية إحياء فن التواشيح برأيك؟ يعني والله هي تكتسب هذا اللون اليمني الثقافي أهمية المناسبة الدينية التي يعيش يعني تعيش أجواءها بكل مشاعرنا وقلوبنا، يعني نعيش كلنا، فهي شعيرة دينية هامة وركن عظيم من أركان الإسلام، ويعتبر التراث الإنشادي هو اللون الأبرز الذي يلامسه الشعب اليمني من خلال التسابيح يعني الخاصة بالحاج، والتي تجعل كل من يستمع لها يحلق في فضاء الروح، وكذلك المدرهة التي تعتبر تجسيد لكل مراحل الحج التي يعيشها كل أسرة حاج خرج من بيته متوجه إلى البيت الحرام، ويردد المنشدين أبيات المدرهة بصورة جميلة ورائعة تخاطب الحاضرين بكل تفاصيل رحلة الحج، وتنادي حمام الحرم وجبل عرفة وكأنها ترافق الحاج في كل لحظة وفي كل مناسك الحج، مثل المدرهة التي تقول في كلماتها: لو تبصروا يا حاضرين كف خرجة الحجاجي، لو تبصروا يعني يا حاضرين كيف قامت الطيارة، ويا حمامة عرفة، وغيرها من الأبيات الرائعة الجميلة. وتبقى المدرهة يعني مستمرة في كل حارة وقرية ومدينة حتى يعود الحجاج بالسلامة والعافية والأجر والثواب من رب العالمين. فعلا كلمات هذه الموشحات لها ارتباط كبير بما كان يعيشه اليمنيين. وبس أنا حابة أسألك يعني عبد الرحمن، لماذا غابت المسابقات الفنية الخاصة بهذا اللون؟ يعني هل نقدر نقول أنه عدد المنشدين يعني قل، أم أن محبيها يعني مش كثر يعني زي ما كان في السابق؟ لا لا، هي لم تغب يعني لم تغب في المسابقات الإنشادية، وإنما غابت الجهات الرسمية التي ترعى هذا المسابقات والفعاليات. بعدين نتفاجأ بحقيقة يعني إعادة المنشدين، يعني بإعداد المنشدين المتقدمين، سواء الذي قامتها جمعية المنشدين اليمنيين، وهذا دليل على محبين الإنشاد الكبير. أيوه. طيب عبد الرحمن، تكلمنا خيرات، ايش رايك تسمعنا صوتك الجميل عشان نستشعر هذه الايام المباركه؟ اختر الذي تشتي. طيب يعني اختر الذي يشتي. ايوه. كتوشيح مثلا في البدايه. ايوه. يا حي يا قيوم يا عليم بما تخفي الصدور، يا رازق المحروم، يا من باح جوده لا يبور، يا ناصر المظلوم، يا ناصر المظلوم، يا ذا الإيمان
انتقام ممن يجور. يا منفذ المحتوم في الصخط وفي الراب الصابور، أسأل يا رحمن، أسألك يا رحمن بالنور الذي لا ينطفي، سيد ولد عدنان حبيبك من توسل بكفي. اللهم صل عليه وعلى. ما شاء الله يعني ما أحلى هذه الأجواء، ما أحلى فعلا صوتك ما شاء الله تبارك الله. يعني عبد الرحمن يعني مؤخرا إحنا نشوف لك ظهور ما شاء الله يعني عربي، وفي معك مشاركات ومقابلات أيضا، فبرأيك أنت التوشيح اليمني هل هو متأثر أو أثر على يعني على التوشيح العربي أو هو العكس؟ طبعا الموشح اليمني حقيقة ما نراه يعني من إعجاب كبير من أخوان العرب بتراثنا الإنشادي والفني، يجعلنا نفتخر بما نحمله من تراث عظيم وفريد نوعه يعني. فيعني وأكثر ما يحز في النفس هو التساؤل، يعني تساؤل أغلب من التقيت بهم في بعض الدول العربية، لماذا التراث الإنشادي اليمني مختفي ولم يصل إلى العرب؟ والحقيقة أن السبب هو إحنا اليمنيين الذي لم نقدر تراثنا ولم نعمل على إظهاره يعني من خلال وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة، ولكن بإذن الله تعالى نتمنى من الأيام القادمة أن تعمل وسائل الإعلام اليمنية على نقل التراث اليمني الأصيل بجميع ألوانه إلى محيطنا العربي والعالمي بإذن الله تعالى. بإذن الله عبد الرحمن، بوجود شباب مثلك أكيد إحنا يعني مطمئنين على الفن اليمني والتوشيح والإنشاد. طيب عبد الرحمن، يعني كيف تختلف التوشيحات من مناسبة لأخرى؟ تعرف إحنا معنا مناسبات دينية مميزة، فكل مناسبة ولها توشيح معين، ممكن تعطينا مثلا مثال لموشح لإيش من مناسبة يستخدم؟ طيب هو شوف، تختلف الموشحات والأناشيد باختلاف المناسبة نفسها، فكل مناسبة لها موشحاتها. فمناسبة الحج لها أناشيدها الخاصة، مثل مثلا قصيدة هنيئا وطوبى لمرء طاب مسعاه إذا قصد البيت العتيق ومسعاه، وكذلك قصيدة يا عين هذا السيد الأكبر وهذه الروضة والمنبر وغيرها. طيب سمعنا مع كل مثال حاجة، يعني مع كل مثال يعني سمعنا شيء هكذا. مثلا الأناشيد التي تقوم في الأعراس مثلا، عيني لغير جمالكم أو مغرد بوادي الدر، نسمعكم مثلا ومغارد بوادي الدور من فوق لا أبصان ومهيج صبان أتي بتا أردي دلال حان. طبعا هذه تغنى وينشدوها في الاعراس، هذه في مناسبات الاعراس. اما في مثلا المآتم لها قصائدها الخاصه، مثلا نقول اليك وجهت يا فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي، أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي
ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي، لما عرفتك لم أنظر إلى أحد، فلا الرعية أرجوها ولا الوالي. يا سلام عبد الرحمن، صراحة أنا من أشد المعجبين فيك، وأنت يعني قدك داري، ويعني صوتك فعلا صوت شبابي مشرف. بس أنا حابة أسألك إنه فن الإنشاد والتوشيح دائما الشباب حتى يعني المتواجدين الآن في الساحة يعتمدوا على الموروث التاريخي، برأيك لماذا لا نرى إصدارات في هذا اللون الغنائي تكون بنفس القوة والجودة؟ وهل هناك مثلا، هل ترى أن الشباب يعني أصدروا إصدارات جديدة توازي الألوان الموروث؟ القديمة؟ نعم. لا، هذا غير صحيح، وإنما صحيح أننا نجعل موروثنا الإنشادي مرجع ونعتمد عليه في توجيه مسار الشعراء والملحنين الجدد والمعاصرين. فهناك العشرات بل المئات يعني من الاعمال الانشاديه الجديده التي يعجب بها المجتمع اليمني وانتشرت بصوره كبيره، ولكنها تحمل البصمه اليمنيه الاصليه ولا تخرج من الطابع اليمني، لانها مصقوله ومتاثره بتراثنا الانشادي الغزير. وكما قالوا، من ليس له ماضي ليس له حاضر. طيب، بهذه المناسبة المباركة، ايش رأيك نختم بشيء يعني له علاقة بالمدرهة، بما ان احنا في هذا الموسم، موسم الحج؟ طيب، شبدا بقولي لا الواحد المناني، واثني بقولي بيك لا بين نبي الهاشم العدناني، بدأت بيش يلفى يا الفاتحة يا خير الأسامي يا المدرة يا الماء يا المدرة مرة كبش عشية مرة كبش على القمر والنجمة المضية يا حاجنا يا حاجنا لا وين قداك وانعادك قل عادني وسط الحرام وملت ويدي زمزم. يا سلام يا سلام، شكرا لك عبد الرحمن، وشكرا انك نقلت لنا هذه الروحانية إلى الاستوديو، وإن شاء الله ربي يكتب لك زيارة لبيته الكريم، ونورتنا في صباح بلقيس وشرفتنا، وللأسف وقت البرنامج داهمنا بصوتك الرائع هذا.